لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واخر جزء في حلقه الاهلي الليله النهارده بنستضيف من خلاله طبعا الكابتن الكبير كابتن محمد السلعاوي نجم النادي الاهلي السابق لكره السله. نورنا ومشرفنا كابتن محمد. اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله كله. يعني خلينا نتكلم، سعداء بيك النهارده. احنا اسعد طبعا، نور حضرتك لقناه الاهلي. خلينا نتكلم سريعا ونخش كده سخنين شويه على مباراه الغد ما بين الاهلي والزمالك في دوري السوبر رجال لكرة السلة. واحنا عارفين ان الفرقتين خلاص متصدرين، كل فريق لعب ثلاث مباريات، الاهلي كسب والزمالك كسب، واخر مباراة كانت النادي الاهلي كانت امام فريق طلع الجيش. بكرة مباراة غاية في الاهمية وهي اللي هترجح كفة احد الفرقتين ان شاء الله، نتمنى يكون النادي الاهلي. المباراة رؤيتك ليها ايه بكرة ان شاء الله؟ هي المباراة في حد ذاتها مباراة صعبة بالنسبة للفرقتين، مش لفرقة الاهلي كويس. فرقة الاهلي والزمالك، لكن احنا طبعا نتمنى الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي، بس هي مباراة صعبة لان الفرقتين ما خسروش، الفرقتين عندهم ست نقاط من ثلاث مباريات لكل فريق. الزمالك كانت في مباراه او اتنين صعبه، لكن الاهلي لسه لاعب الثامن والسابع والسادس كويس. ودي تعتبر اول احتكاك، يعني اول درجه الاحتكاك القوي بالنسبه ل اول مباراه قويه بصرف النظر عن ثلاثه، ان الاهلي قد تقابل مع مصر التامين وتقابل مع سموحه في اسكندريه، وكانت مباراه برضه عصيبه شويه أكيد. وصلت لوقت اضافي والاهلي قدر يفوز فيها، وكسب امبارح النادي طلائع الجيش 66، لكن كان هو متسيد المباراه وكان هو الاقرب للفوز. لكن مباراه الزمالك بتختلف المقاييس نفسيا وعصبيا وجماهيريا وكل حاجه، لان بينتظرها الجميع من فتره الاخرى. يعني المباراه بعد بكره طبعا يا جماعه، مش بكره، بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث على صاله النادي الاهلي الساعه 6 ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي. اعتقد ان طارق خيري كمدير فني كفء كبير طبعا، كفء بالنسبه للنادي الاهلي، عمل حاله جيده جوه النادي الاهلي بين اللعيبه وبين الجهاز وبين حتى اللعيبه القدامى بدا بيجمع، يعني في حاله جيده جدا جوه النادي، كلهم بيتمنوا الفوز للنادي. في جهاز فني على اعلى مستوى، اسلام والجرحي وشريف علي طبعا، فنتمنى لهم الفوز. هم يعني اعتقد ان في اعداد جيد للمباراه دي ومعمول لها حسابها كويس جدا، واخر مباراه احنا كسبنا وهم كسبوا، يعني كانوا نتيجه 1-1 تقريبا في دوري المرتبط. طيب كويس. من وجهه نظر حضرتك الفنيه والخبرات الكبيره طبعا لنجم كبير في كره السله زي كابتن محمد السلعوي، شايف ان الاهلي بكره يلعب جيم مقفول ولا يعتمد على السرعات في بناء الهجمات من وجهه نظرك؟ هو طبعا انا اعتقد ان هيبقى جيم مقفول شويه بالنسبه للفرقتين، لان كله هيبقى خايف من الثاني وكله خايف من الخساره، لان الخساره بتبعد شويه، لكن اعتقد ان المباراه هتبقى ممتعه، لان الاثنين الاجانب اللي في فريق الاهلي وفريق الزمالك على مستوى عالي من الكفاءه، زائد بخلاف ان عند برضه البديل المصري بجميع المراكز في الفرقتين كويس، ولذلك هتبقى مباراه صعبه، واحنا نتمنى ان يكون هناك يعني توفيق للنادي الاهلي في المباراه دي ان شاء الله. اكيد كل فرقه سواء الاهلي او الزمالك عملوا صفقات قبل طبعا البطوله، وخصوصا هيبقى في كلام كتير عن صفقات قبل المباراه بعد بكره ان شاء الله ما بين الفرقتين. تقييم حضرتك بالتحديد لصفقات الاهلي؟ صفقات الاهلي الاول لم يوفق في لعيب اجنبي كان جابه في اول الموسم وغيره في قبل نهايه الدوري المرتبط، يعني ما كانش على قد مستوى، او اعتقد المستوى اللي كان يليق باسم النادي الاهلي، فاضطر كابتن طارق خيري انه يعمل الاستبدال ليه، فتم استبدال دي حاجه على فكره تحسب للجهاز الفني. طبعًا انا متعاقد مع لعيب وابقى حاطط عليه امال ان هو يكون بالمستوى اللي يساعدني في الفوز وفي تاديه مباريات كبيره، ولا ايه مش بالمستوى ده ان انا بسرعه اصلح غلط اصلح، وقدر طارق خيري يجيب مدرب، يجيب لعيب على مستوى عالي دلوقتي، لاعب كان لعب ليه تجارب في واخرها كان في اهلي بنغازي اهلي طرابلس، وكان ولعب مع الاتحاد السكندري قبل كده، لعب قبل كده مع الاتحاد السكندري في الدوره العربيه، ولعب يعني ايه ودخل بسرعه بالفرقه واستطاع طارق خيري استطاع ان يدوبه في الفرقه. برضه في مجموعه كبيره، يعني في مجموعه كبيره في مع الاجنبي، احنا برضه بنتكلم، لكن في مجموعه من ولاد النادي بقطار الغنام، وفي اكيد طبعا في يعني مجموعه كبيره، وقدر السنه دي الصفقات اللي عملها الاهلي حاتم البحيري ورامي جنيدي
وبرغوثا، ويعني قدر يعمل بجنب العدل واحمد السلعاوي وسيف ومصطفى الشافعي والجرحي طبعا، ففي في قوام فرقه محترمه تقدر تنافس. وان شاء الله انا شايف المستقبل رايح لناحيه بالنسبه للباسكت في النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. احنا متعودين منهم دايما ان هم بيفوزوا بالبطولات، سواء البطولات المحليه او كمان البطولات الافريقيه، وتعد من اهم البطولات بالنسبه لسله رجال النادي الاهلي بالتحديد. عايز يا كابتن محمد نشرح للجمهور المشاهدين نظام بطوله سوبر الدوري السنه دي، البطوله نظامها ايه؟ لان البطوله يمكن الاسلوب بتاعها او النظام بتاعها مختلف شويه. هو احنا الحمد لله الاول احنا خلصنا من في دوري اسمه دوري المرتبط. طبعًا. ده الحمد لله الاهلي قدر يستطيع ان يفوز بيه عن جداره طبعا واستحقاقه. دي مش اول موسم بتاع اخر مباراه مع الاتحاد على ما اتذكر. ودي مش اول سنه، احنا بقالنا سنتين ثلاثه بنكسب الدوري المرتبط ده. وبيرجع برضو اهميه المرتبط ده لان هو بيقوي لك عنصر 16 سنه عندك، وبيخلي المدربين تهتم بقاعده ان قاعده الناشئين. والسنه الجايه الاتحاد قرر ان يطورها يخليها المرتبط 18 سنه كويس مش 16 سنه كويس. بالنسبه بالنسبه للدرجه الاولى اللي هي النادي الاهلي استطاع ان هو يحافظ لمده زي ما قلت لحضرتك 3 سنين على مركزه ان هو يتسيد بطوله المرتبط دي. الدوري العام بقى بالنسبه للدوري العام زي ما حضرتك سالت، الدوري العام بيختلف دلوقتي ان هو دلوقتي عملوا الترتيب ان الاول كان الاول المرتبط بيلعب اخر اللي هو ترتيبه 16 والثاني بيلعب 15 ويمشي بهذا الوسيله، فعشان يطلعوا 8 فرق و8 فرق واخد بال حضرتك، فطلع الاهلي والزمالك والجزيره وسبورتنج والاتحاد ومعاهم مصر التامين والجيش وسموحة. دول 8 الاولين وفي 8 تحت. الاول طلع الاهلي بصفته بطل المرتبط لاعب الثامن والتاني بيلعب السابع والتالت بيلعب الخامس وتمشي بهذا النظام بتاع. فالبطوله دي هتبقى من اقوى واشرس البطولات لان بعد كده في ادوار هتبقى فيها بيست اوف 3 يعني 3 جيمات، جيم على الارض وجيم على ارضك وجيم في ارض اذا احتجت يبقى في ارض محايد. فالدوري ده دوري صعب بيعتمد بقى يعني مفيش مساعده بايدك لا بايد غيرك يعني بالزبط. كل يعني الدوري ده انت عايز تكسب بقوتك يعني على قد ما تقدر انت بتقدر وتركيزك مهم طبعا جدا طبعا الباسكت تركيز اصلا أكيد. يعني انت جبت الحته اللي هي بالزبط. التركيز ده عامل اساسي في الباسكت طبعا. لكن انا شايف ان السنه دي الفريق كويس وفريق مركز كويس وان شاء الله ان شاء متكامل. الله متكامل يعني هو طبعا اداره النادي ما بخليتش بالنسبه سواء اللعيب اجنبي وجابوا لعيب تاني استعداد للبطوله الافريقيه، واعتقد زي ما الكابتن رؤوف قال ان في لعيب ثالث كمان ان شاء الله في الطريق. وهو مجلس اداره مش مقصر من ناحيه الفرقه، نشاط رياضي الكابتن رؤوف بصراحه يعني مجهود مجهود غير طبيعي يعني لان هو راجل فاهم اللي هو راجل ابن لعبه ومدير فني ممتاز فطبعا يعني كلامنا عنه مش بالظبط. طيب عايز برضو اتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، وهل ممكن تزيد اهميه هذه المباراه خصوصا بعد ان الفرقتين بيحتلوا المركز الاول وكل فريق فاز في 3 مباريات، ولا تبقى مباريات الاهلي والزمالك مهمه ايا كان ترتيب الفرقتين؟ لا انا شايف انها زي ما انت بتقول يعني انت حضرتك النهارده بتلمس حاجات قويه جدا. هو المباراه دي هتفضل زي ما هي صراع ما بين الاهلي والزمالك حتى لو الترتيب مختلف، حتى لو ما فيش ترتيب ولو حتى انا الاخير الاهلي الاول والزمالك الاخير او الزمالك الاخير والعكس، فهي دي لها حساسيه معينه لدى الجماهير بتنتظرها من على مدى الوقت على فترات ان كل ما تيجي المباراه تبقى الناس مترقبه والناس اصلا على مهلك. اقفل التليفون على مهلك خالص مفيش مشكله اتفضل. يعني والناس بتبقى مترقبه هذا الماتش من على فترات، وان يعني اللي عايز اقوله في المباراه دي ان حساسيتها بتزيد من المنافسه لان كله بيبقى عايز يظهر، اللعيب الجيد عايز يسوق نفسه في المباراه دي لان المباراه دي هي المباراه المنتظره بالنسبه للعيب، فاللعيب اللعيب والمدرب يعني بتبدا من المدرب كمدير فني بقى عايز يظهر كفاءته يظهر نفسه والجهاز بتاعه واللعيبه كل اللعيب عايز يتفوق وعايز يظهر نفسه لان ده هو يعتبر زي السوق اللي هو ودي الشهره. يعني احنا زمان كنا بنقول لما كان في لعيب كوره يجيب جون
في ماتش الزمالك والاهلي بيفضل طبعا بيتكتب له تاريخ تبقى مباريات الاهلي والزمالك في مختلف الالعاب في جميع هي مفيش اختلاف. خد بالك الكره المصريه يعني وجماهيريه هنا وجماهيريه هنا كبيره اكيد. طيب ابرز العناصر في الفرقتين قبل مباراه قبل 48 ساعه من المباراه من وجهه نظر حضرتك مين؟ يعني انا شايف ان اللاعب الامريكي بالنسبه للزمالك، الزمالك نجح ان هو قدر يجيب لعيب على اعلى مستوى، لعيب بيحط نقاط لانه صانع اللعب وفي ايده الكره على طول. عنده انس لعيب كان محترف برده بره ولسه راجع، وعنده يعني عنده اكتر من لاعب، وعنده احمد جمال، وعنده ده بالنسبه للزمالك. الزمالك عنده اكثر من لاعب في مركز. احنا عندنا نقاط، انا اعتقد ان الفرقه كلها بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد انها نجوم. انا لسه جاي من دلوقتي من التدريب الاول النادي، الفرقه مستعده. ابرز العناصر في النادي الاهلي اعتقد هيبقى العناصر اللي هتؤثر في النادي الاهلي اعتقد سيف سمير، اعتقد طارق الغنام، واعتقد ان رامي جنيدي ومودي هيبقى لهم تاثير، والجمال طبعا، ان الجمال بيعتبر ورقه رابحه بالنسبه للنادي طبعا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمنتخب مصر. واعتقد ان احمد السلعاوي برضه هيقوم بدور، لان هو في الفتره اللي فاتت دي كان يعني بيعتمد عليه كابتن طارق الفتره اللي فاتت دي كلها. مستوى الناشئين واللعيبه اعتقد في الاهلي الصغيرين احسن بكتير يعني، وكبار بيمتلكوا الخبره، والنجاح النادي الاهلي عمل مزيج ما بين الخبره والشباب. ده بيبقى شيء مهم دايما، شيء مهم جدا، لان هي عباره عن اجيال بتسلم بعض، ما فيش اختلاف عن دي يعني طول عمر ده الاسلوب. بالنسبه احمد السلعاوي ازاي بيقدر يستفيد من خبره قيمه كبيره في كره السله طبعا زي كابتن محمد السلعاوي؟ ازاي بتقدر تفيده وازاي بتقدر تنصحه عشان يظهر بالشكل اللي انت بتتمناه سواء كلاعب في النادي الاهلي او حتى كابنك يعني؟ هو الحمد لله، هو برضو انا عايز اقول لك هو مجتهد، هو يعني بيتمرن كويس، هو لعيب اساسي بالنسبه يعني هو ليه دور بالنسبه للمنتخب كمان، لان هو لعيب في منتخب مصر طبعا، وليه دور في النادي الاهلي. انا كل توجيهاتي يعني زيه زي غيره والله، يعني توجيهات اللي بالنسبه تبقى زيه زي غيره، بس هو يعني مركز الدوري ده بالذات، وانا شايف ان الحمد لله ان هو موفق اليومين دولت، وربنا يوفقه يعني. ربنا طبعا يوفقه سواء هو او كل لاعبي النادي الاهلي في مختلف المباريات. نتمنى لهم كلهم بصراحه التوفيق في المباراه، لان المباراه مهمه جدا جدا فوق مباراه اكيد صعبه، وتبقى مباريات الاهلي والزمالك في مختلف الالعاب ومختلف المباريات بتبقى مباريات كبيره وصعبه للحساسيه اللي بتبقى موجوده طبعا اهلي والزمالك في اي حاجه، وخاصه الاهلي والزمالك يعني منفردين، وبعديهم اربع فرق يعني الاهلي والزمالك ست نقاط في الاربع فرق اللي هم الجزيره وسبورتنج والجيش ومصر. ابرزهم مين يا كابتن؟ ابرزهم مين اللي ينافس الاهلي والزمالك على البطوله؟ هم في لا هو دلوقتي في مثلث برضه يعني في اهلي، في زمالك، في جزيره، في اتحاد في اسكندريه. اتحاد طبعا طبعا لا اتحاد في اسكندريه يعني سيد البلد زي ما بيقولوا، ولا اللي ما لعبش في صاله اسكندريه ما لعبش باسكت يعني. لا الاتحاد متسيد، كان في فترات كره عرش كره السله يعني اكيد، ومعاهم سموحه بينافس، بس سموحه اعتقد بينافس على استحياء بقى زي ما بيقولوا السنه دي. مش مركزين شويه يعني لو ان معاهم كوتش كويس كابتن اشرف توفيق من احسن المدربين طبعا، لكن الاصابات هي المشكله برضو في سبورتنج، ان اللعيب الاجنبي بتاعه اتصاب واصابه هتديله 6 أسابيع تقريبا فتره طويله يعني. ف هل في غيابات للنادي الاهلي قبل مباراه الاهلي والزمالك بعد بكره؟ والله هو كان في اصابات، في كان سيف سمير عنده التواء في يعني الانكل في الانكل، ما لعبش الماتش اللي هو بتاع امبارح اللي هو طلع الجيش بتاع طلع الجيش. في برضه كان في رامي ويعني في 3 4 بس الحمد لله نزلوا اتمرنوا، مؤمن ورامي يعني كله جاهز الحمد لله. الحمد لله كلهم جاهزين والامور ماشيه، الاصابات بتتلم يعني الحمد لله. يا مسهل يا رب، احنا عايزين الاصابات تتلم مش بس في كره السله، احنا عايزين في كره القدم كمان بصراحه، لان عندنا اصابات. ربنا ان شاء الله يوفق باذن الله ان شاء الله في كل الالعاب باذن الله. طيب نظام الدوري السنه دي افضل
دوري السوبر، ولا النظام القديم افضل من وجهه نظر حضرتك؟ لا، النظام السنه دي هيبقى افضل. هو الافضل. ليه بقى؟ هيبقى اقوى، عشان اقوى. انت كل المنافسه في اثاره اكتر يعني. في اثاره، وفي في عمليه انك انت انت عايز حضرتك برضو الولد يحس ان هو يعني مبدع، الولد بيبتكر، الولد ففي الماتشات كتيره، في اللعيبه بتظهر، اخطاء بتظهر بتتصلح، الدنيا ماشيه يعني، انت واخد بالك ازاي؟ تمام. لكن النظام الاولاني كان عباره عن مباراه راحه جايه، وانت ونصيبه طبعا، وانا عندي بكسبك وانت عندك الحكم، بتكسب الفرقه الثانيه بتكسب. لكن النظام ده اعتقد ان هو هيفيد كره السله، وهيفيد طبعا المنتخب طالما فاد، وهنقدر نوصل، لان احنا طبعا في اخر الدوره فوق يعني، فشلنا في الوصول الى كاس العالم في الدوره الاخيره يعني، فاعتقد انها هتكون مكسب بالنسبه لل. طيب نروح لبطوله اخرى مهمه جدا، وهي البطوله الافريقيه والاستعداد النادي الاهلي لهذه البطوله. احنا عارفين ان احنا هنستضيف التصفيات الخاصه بالمجموعه الثالثه هنا في مصر، او في ملاعب النادي الاهلي او صالات النادي الاهلي. البطوله دي شايفها ازاي؟ انا شايفها ان البطوله هتبقى برضو صعبه، لان مجموعه الاهلي هو في فرقتين بيمثلوا من مصر، فريق النادي الاهلي وفريق سموحه. الاهلي بصفته بطل، وسموحه بصفته تاني المجموعه بعد النادي الاهلي في التصفيات اللي اتعملت في تنزانيا. تمام. الاهلي مجموعته تعتبر صعبه. الاهلي معاه بطل انجولا، بطل رواندا، وبطل رواندا، وبطل موزمبيق. فبرضه دي مجموعه صعبه، وهيلعب من 8-2. الدوري اللي بنتكلم عليه حضرتك هيخلص 2-2. فحسب كلامي مع طارق خيري ان هو في يوم راحه وكده، وهيبقى عباره عن معسكر داخلي من 3، من 4 بقى ل 8. هل الدوري يعني خير استعداد لهذه البطوله؟ طبعا في الوقت ده انت مش هتقدر تسافر، لان الوقت قصير والدنيا مقفوله. يعني هم عباره عن معسكر مغلق الكام يوم دولت عشان يخش على البطوله. ربنا وفقنا ان شاء الله، هياخدوا الاول والثاني ان شاء الله. مهم جدا الأول جدا الاول والثاني من كل مجموعه، بقول عشان ده دور ال 16 يتعمل دور ال 8. اربع مجموعات. مهم جدا ان شاء الله ان احنا نكسب اول، لان لو كسبنا اول هنروح نلعب مع تاني المجموعه بتاعت فرقه سموحه. السموحه برضو مشتركه، فرقه سموحه مشتركه برضو في الدوره، اكيد في البطوله الافريقيه، في البطوله الافريقيه دي. وهنلعب مع التاني معاهم بنظام رايح جاي. هي طبعا مباراه عندك هي من فتره من 8 ل 10 فبراير، صح؟ لا، من من 8 ل 11، 3 ايام. تمام. 8 ماتش، 9 10 و 11. اكيد طبعا يعني هتبقى بطوله مهمه جدا. توقعاتك للنادي الاهلي فيها ايه؟ انا توقعاتي ان شاء الله هنطلع اول باذن الله، وهتبقى تنظيميا من بطوله لها شان، هتبقى شكلها رائع جدا تنظيميا، لان النادي المجلس اداره اعتقد ان استعد عن طريق ان الكابتن جوهر نبيل هيبقى طبعاً هو مجلس الاداره، عضو مجلس الاداره، هيبقى معاه رئيس ومعاه الكابتن رؤوف. واعتقد ان هتبقى تنظيميا رائعه، وخاصة ان بتقام جوه النادي، وهتبقى عرس بالنسبة للنادي، وان شاء الله النادي اللي هيكسب البطولة دي انا متأكد بإذن الله. اصعب الفرق اللي في البطولة بشكل عام، مش طبعا بس بطل انجولا، بطل انجولا اللي معانا في المجموعة، معانا في، لا هما فرقتين، في واحدة مع سموحة، واحدة معانا. انهي بقى الاقوى؟ الاقوى اللي معانا، اللي هي اول الدوري. المجموعة واضح ان هي قوية جدا. اول اغسطس طبعا، اول اغسطس حتى هو في الكورة تقريبا برضو. في اول اغسطس في الفرق الاقوى. لا دولت هي مشكلة الفرق دي، في الكورة لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. المشكلة مشكلة الفرق دي كلها بتتمرن في البرتغال، لان هم قريبين، وفي زي بروتوكول، وبيلعبوا في بنفيكا، وبيلعبوا في اندية برتغالية، وبيرجعوا يتجمعوا سواء المنتخب او النادي. ده يعتبر من اقوى الفرق. يعني دي هتبقى اصعب مباراه للاهلي في المجموعه. هي دي هتبقى. وبعدين رواندا، فرقه رواندا، بدر رواندا ده برضو رواندا ظهرت باسكت حتى في على مستوى المنتخب بشكل كويس. وبرضو بدر موزمبيق لسه طارق كان بيتكلم هنشوف شرايط بالنسبه ليها وكده. لكن هي هيبقوا ثلاث مباريات صعبين، محتاجين توفيق اللعيبه، محتاجين جمهور، ان الجمهور يكون في يعني يكون هو اللعيب رقم واحد. طبعا ناحيه الجمهور اطمن، يعني الجمهور لازم ان شاء الله الصاله دي ان شاء الله تتملي، لان احنا كلنا عارفين اهميه جمهور النادي الاهلي في اي مباراه. يعني هو ينجح اي حاجه اكيد، يعني ينجح، ويعني انا اعتقد ان هو هيكون السبب، بيدي دفعه كبيره، دفعه كبيره طبعا. وخاصه ان اللعيبه عايزه كده، بتحب كده، وخاصه ان هي محرومه من كده.
لان الدوري بدون جمهور زي ما انت عارف طبعا. السوبر اللي مرتبط من غير جمهور، كاس كله من غير جمهور، فطبعا اللعيب بيروح عشان يمتع، ويعني لقاه دي بتساوي كتير يعني اكيد طبعا بالنسبه للجمهور يعني. فنتمنى كل التوفيق طبعا للفرقه، لان بطوله صعبه وبطوله هتبقى غاليه، وهتبقى لو احنا عدينا هتبقى سهله اللي جاي. طيب هل الاهلي محتاج المزيد من الصفقات، وخصوصا لوائح البطوله الافريقيه بتنص على امكانيه كل فريق التعاقد مع 3 لاعبين اجانب بس يكون من ضمنهم لاعب افريقي، هل الاهلي محتاج تعاقدات جديده قبل البطوله دي؟ ما هو انت دلوقتي انت عندك لعيب وجبت واحد هيلعب معاك البطوله كده، وفي اضافه واحد كمان جاي افريقي اعتقد زي ما الكابتن رؤوف قال في الـ في الـ في التقرير اللي قبل الحلقه، مهم ان هو يجي بدري قبل البطوله عشان ينسجم معاك، فهو في الطريق يعني انه يجي، لان هو ده هي اللائحه كده، فلازم انت بتلعب برضو تستفيد من اللائحه طبعا، استغلها يعني لازم استغلها واستفيد منها، ما ينفعش يبقى هي مصرحه لي ان انا العب بثلاثه واجيب واحد او اثنين، لكن اعتقد ان النادي الاهلي في طريقه انه يجيب لاعب افريقي، واعتقد هيكون من نيجيريا على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله. نصايحك اخيرا للاعبي النادي الاهلي قبل المباراه بعد بكره امام الزمالك. انا رايي ان التركيز اهم حاجه، زي ما انت برضو سبقنا واتكلمنا، التركيز للعيبه عامل مهم جدا في المباريات دي. طبعا العب لحدش العب عشان تمتع نفسك اولا، تمتع جمهورك، هيؤدي للمكسب. العب بثقه، العب بهدوء، يعني بنوع من مش عايز اقول البرود يعني، العب من يعني حاول تفرض اسلوب لعبك على الفريق الخصم، انت مجرد انك هتفرض اسلوب لعبك على الفريق الثاني انت هتبقى متسيد الموقف. متوقع مين يرجح كفه النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه دي؟ لا بص المباراه دي بقى زي يعني دي المباراه دي ممكن يطلع لك واحد كده واحد مش متوقع لا ما فيهاش توقعات، بس اللي احنا نتوقعه ان شاء الله الاهلي يكسب يا رب. لكن انا اتمنى ان كلهم يبقوا موافقين، يا ريت كلهم مش واحد يا رب، ريت كل الفرقه بما فيهم المدير الفني طبعا ان شاء الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي قبل المباراه بعد غد امام نادي الزمالك. اخيرا عايز اطمن على نادين السلعاوي، عايز اطمن جمهور النادي الاهلي اخبارها ايه دلوقتي؟ الحمد لله نادين في امريكا بتلعب في فرقه نورث كارولاينا جامعات الجامعه، والحمد لله هي ماشيه كويس جدا الحمد لله، وبرضه لو في والمنتخب طبعا على اتصال معاها بالنسبه للمنتخب يعني، والحمد لله هي قدرت تحصل على النقطه الالف نقطه بالنسبه كاول لاعبه وافده خارج يعني امريكا، والحمد لله يعني ماشيه كويس، وبتمنى لها التوفيق وربنا يعني ان شاء الله يسهل الفتره اللي جايه لان هي مؤثره معايا شويه. كل التوفيق ليها ان شاء الله، كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. كابتن محمد السلعاوي طبعا نجم النادي الاهلي السابق لكره السله، نورتنا وشرفتنا النهارده. لا والله انا اللي اتشرفت بيك، ودي اول مره، وبصراحه دايم التالق، وربنا يوفقك وتستاهل كل خير ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن، شرفتنا ونورتنا، ودي كانت اخر طبعا يعني فقره في حلقه الاهلي الليله النهارده. قبل ما نختم لازم نتمنى كل التوفيق لرجال كره السله في النادي الاهلي في دوري السوبر طبعا لكره السله، ومباراه بعد غد ان شاء الله اللي هتكون امام نادي الزمالك، هذه المباراه الهامه جدا جدا، فرقتين متصدرين، نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي اللي ينفرد بهذه الصداره من خلال هذه المباراه. كل التوفيق لرجال سله النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي الليله، كنا معاكم على مدار 3 ساعات من خلال انا وزمايلي الاعزاء طبعا محمد الجندي وعمر ربيع ياسين، وكان في العديد من الفقرات والعديد من الملفات اللي اتكلمنا فيها، نتمنى ان شاء الله نكون يعني نلنا اعجاب حضراتكم من خلال فقرات الاهلي الليله النهارده. استنونا وحلقه جديده من الاهلي الليله، تصبحوا على الف خير.